السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في درس جديد. واليوم إن شاء الله نتكلم عن قصة الهابي برنس، الأمير السعيد. طبعا قصة الأمير السعيد موجودة لها فيديو نقدر نشوفه، ولكن إحنا اليوم راح نتناولها من جانب تحليلي ومن جانب أكاديمي، تقدرون تستفادون من عندها إن شاء الله، وتقدرون أيضا تاخذون من عندها المين بوينتس والمين ايدياز في هذا الدرس. طبعا الهابي برنس اللي هو الامير السعيد، بالبدايه خلينا نلقي نظره عن الكاتب اللي هو اوسكار. الكاتب اوسكار هي از ان ايرش بورن انجلش، كاتب انجليزي ايرلندي، لان ايرلندا تعتبر انجلش. نوفلست وهو روائي، بمعنى يكتب يعني يكتب روايات. كذلك كاتب مسرحي، and he is a playwright. طبعا playwright معناها كاتب مسرحي. He was the leader، هو كان يعني aesthetic movement. الaesthetic movement هي حركة، الحركة الجمالية، يعني شلون احنا نقول عندنا باللغة العربية مثلا بدر شاكر السياب هو رائد من كتاب الشعر الحر، فهو أيضا لديه هاي الميزة الأستاتيك موفمنت اللي هي الحركة الجمالية، أو اللي هي الحركة التي تتكلم عن جمال، عن جمال الشعر أو إلى آخره. طيب هذا هو الشاعر. طبعا روايته اللي هي اللي بيها الهابي برنس اللي هي الأمير السعيد، من الحكايات أو من الروايات الأدبية المعروفة جدا، وهي تعتبر short story، قصة قصيرة ليست رواية أو إلى آخره. القصة موجودة على اليوتيوب وواضحة أعتقد باليوتيوب، الفيديو جدا واضح. إحنا راح نتناولها اليوم ليس كأحداث، وإنما يعني للأحداث، لأن already إحنا تكلمنا عن الأحداث، وإنما راح نتكلم إن شاء الله اليوم عن التحليل اللي يفيدنا بشيء أكاديمي كفهم أو كتحليل، أو خلينا نقول خليه حتى يفيدنا إحنا يعني كطالب جامعي أو كباحث. High over the city، إذن high over the city، فوق المدينة على عمود طويل. إذن هذا مكان الأمير السعيد، تمثال الأمير السعيد هو عبارة عن تمثال. stood the statue of Happy Prince، يقف هنالك تمثال الأمير السعيد. it was amazing، وكان مدهش، كان تمثال مدهش وجميل أو رائع جدا. and it was extremely respected indeed، وكان محترم من قبل الكل. إذن كل الناس كانت تحترمه وتحبه لأنه كان أميرا سعيد. إذا أجانا مثلا سؤال أين كان تمثال الأمير السعيد، أقول له over the city on the tall، إذن كان أعلى المدينة في على تمثال على عمود طويل، يقف هنالك ذلك التمثال الذي كان محترما ومحبوبا من قبل الكل. وهذا التمثال أنه هو هنالك طائر السنونو راح يجي على هذا، راح يجي على هذا التمثال. وهي احنا ذكرنا هي حكاية للأطفال، خلينا نقول حكايات يعني تعتبر من حكايات الأطفال نوعا ما، لأنها بها أحداث غير حقيقية خيالية، ولكن بها معنى جميل جدا. فهابي برنس looked simply like an angel، ويبدو الأمير السعيد كملاك. one night there flew over the city a little swallow his، والطائر الصغير الجميل طائر السنونو الذي كان هذا الطائر كان مسافرا إلى مصر، وعند سفر هذا الطائر أراد أن يستريح، قلنا هذا الطائر يريد يستريح، فجلس بالقرب من هذا التمثال، التمثال الأمير السعيد، وكان بينهم نقاش وحديث، لأن الأمير السعيد كان يبكي لأنه يرى الناس في تلك البلدة أو في تلك المدينة فقراء. فكان الأمير السعيد يبكي لأن قلبه تفطر حزنا وألما على هؤلاء الناس الفقراء. وإلى أن قام الأمير السعيد بإرسال
السنونو وإرسال الذهب وإرسال القطع المجوهرات إلى الناس الفقراء، ويعني طلب من الطائر السنونو أن يأخذ تلك القطع الذهبية والذهب، لأنه كان أمير سعيد ذهبي لأنه كان مغطى بالذهب، فطلب منه أن يجرد التمثال من الذهب ويرسله إلى الناس الفقراء المحتاجين. وبالأخير يعني توفى السنونو بسبب البرد، لأنه كان يود الذهاب إلى مصر. وفي نهاية الأمر نجد أن الأمير السعيد يعني تحطم قلبه على طائر السنونو، وأن طائر السنونو في الحقيقة يعني مات بسبب البرد، إلا أنه شعر بفرح، وقال طائر السنونو: أنني أشعر بفرح وبهجة لم أشعر بها من قبل، أنه ساعد الناس الفقراء. الآن ننتقل إلى السيتنج والتايم، اللي هو التايم والبليس اوف ذا ايفنت، اللي هو الحدث اللي ذكرنا به السيتنج والتايم. طبعا الوقت اللي كان يحدث فيه هو وينتر. احنا شلون عرفنا وينتر؟ لانه طائر السنونو اراد الذهاب من بلدته التي كان فيها، بلده الامير سعيد، الى مصر، فعرفنا بان الوقت هو الشتاء. وكان المكان الذي قطن فيه ذلك الأمير السعيد وسنونو في قصر سانس سوسي. هاي المنطقة اللي هم كانوا فيها، والوقت قلنا كذلك هو الشتاء. بالنسبة للشخصيات الرئيسية، وهذه الشخصيات جدا مهمة، أول شخصية عندنا هي الهابي برنس. هذه يجب مذاكرتها وحفظها جيد جدا، لأنها مهمة، ويجب على كل يعني شخص يود السيطرة على هذه المادة أن يحفظ هذه الشخصيات، لأن هذه الشخصيات تسهل عليك فهم المادة، بالإضافة إلى أنها تحتوي الكلمات المفتاحية الكيوردز اللي أنت تحتاجها بالتحليل. ف golden statue that can't see what's going on around him. إذا الأمير السعيد هو تمثال ذهبي يستطيع أن يرى ما حوله من الناس الفقراء، but he cannot move، لكنه لا يستطيع أن يتحرك هذا الأمير السعيد. When the prince was alive, he was unaware. عندما كان ذلك الأمير السعيد على قيد الحياة، لم يكن على دراية في معاناة الناس الفقراء في تلك المدينة. After his statue was placed on high column. وعندما مات وبقى تمثاله، هذا التمثال تمثال الأمير السعيد بقى فقط تمثال، وعندما أصبح تمثالا استطاع أن يرى الناس، فهو حزين على هاي الناس الفقراء. كذلك عندنا، طبعا هذا ممكن يجينا سؤال حل شخصية الأمير سعيد، أو تحدث عن the main character، أو حل شخصية البروتوغونست شخصية البطل، أو يعني إلى آخره. فهذا الحكي كله تنذكره ونسويه على نقاط، وناخذ الأمور المهمة به، وضروري جدا نقرأ هذا النص. ننتقل الآن إلى السوالو، اللي هو طائر السنونو. The swallow is a bird who stayed behind when the rest of his flock emerged، اللي هم سافروا أصدقاء إلى مصر، وإلا أنه تأخر لم يسافر معهم، لأنه كان ينتظر his beloved the reed، اللي هي القصبة، كان يحب القصبة. طبعا القصبة أنا برأيي الشخصي أنه هو ليس يحب القصبة، أنه يحب القصبة اللي هي القصب، اللي هو النباتات التي تكون بالقرب من النهر في ضفاف الانهار. هو لم يحب تلك القصبة، وإنما هي رمز. أنا برأيي الشخصي حسب تحليلي الشخصي أعتقد هي بمعنى المنزل، أنه الإنسان يحب منزله، يحب وطنه، يعني هي ترمز إلى حب الوطن، أنه الإنسان ما يقدر يعوف وطنه. برأيي الشخصي هذا، يعني ممكن واحد يقول لا، هي
شيء عادي، ولكن برأيي الشخصي أعتقد هي تتكلم عن حب الوطن، لأن طار السنون لم يستطع السفر، لم يستطع سفر طائر السنانو لأنه كان يحب تلك المدينة، أو لأنه خلينا نقول عاش حبا مع هذه القصبة، وإنما هذه القصبة هي لم لا تستطيع أن تطير ولا تستطيع أن تسافر، فهذا يعني أنه أن قلبه معلقا بتلك المدينة، وهذا يعني أنه من حب الوطن برأيي الشخصي يعني. طيب كذلك عندنا القصبة، القصبة ذكرنا هي نبات ولم تستطع الذهاب مع طائر السنونو، وطبعا ممكن احنا ناخذها من جانب اخر، اذا قارنا علاقة طائر السنونو بعلاقة طائر السنونو والامير السعيد، هم علاقتهم كلش كانت جيدة وطيبة، السبب لانهم ساعدوا الناس الفقراء، فهم يعتبرون نوعا ما جيدين، علاقتهم جيدة يعني لانهم تعاونوا على البر والتقوى، خلينا نقول هيجي. أما علاقة القصبة في طائر السنونو من جانب آخر هي علاقة ليست جيدة في الحقيقة، السبب في ذلك لأن طائر السنونو يعني ذهب بمفرده ولم تذهب معه القصبة، وممكن نتناولها من جانب آخر أن طائر السنونو لم أن أن يعني أنا ذكرت بأنه رأي شخصي، ممكن يكون يس ممكن يكون نو، أن طائر السنونو في الحقيقة لم أن القصبة لم تذهب مع طائر السنونو لأن القصبة هي رمزا للوطن، يعني هذا رأي شخصي. كذلك عندنا The Two Town Councillors اللي هم عضو مجلس المدينة، اللي هم رؤساء البلدية، ذول الاثنين يعني خلينا أنا أعرفكم من هذول، هم ناس جشعون وبخلاء، ويعني هم طبعا يحبون انفسهم، وهذول بعد ما شافوا التمثال تجرد من الذهب، احنا مو ذكرنا بان التمثال بالاخير راح يكون بدون ذهب، لان الامير السعيد سيخبر الطائر السنونو ان ياخذ قطع الذهب ويبعث بها الى الفقراء، فهنا راح يبقى الامير السعيد فقط تمثال بدون ذهب، وبهاي الحالة راح يقول الأمير السعيد، راح تقول الناس عن الأمير السعيد بأنه لا شيء، بأنه بدون ذهب، فهذا معناه أن شوف الناس تحب المظاهر يعني، هذا الشيء يعني خلينا نقول it is bad point، نقطة سيئة. كذلك عندنا السيم مستر اللي هي الخياطة، اللي هي ابنها كان مريض، وهذه واحدة من الشخصيات اللي أرسل لها الأمير السعيد قطعة من الياقوتة من مقبض سيف الأمير اللي هو الأمير السعيد، أرسل إلها her son is ill and she works as a seamstress to make enough money to take care of him. She receives وهي استلمت القطعة الروبي الياقوتة من سيف الأمير السعيد، والذي قام بجلبها الطائر السنونو. طيب كذلك عندنا the young playwright اللي هو الكاتب المسرحي الشاب، he is striving هو كان يتضور جوعا ولكنه كان يكافح ويحارب من أجل أن ينهي مسرحيته، والآن شوف إذا لاحظ بأنه الكاتب استخدم هذا الشيء بأنه الكاتب يحاول يكتب مسرحيته يعني حتى يعطي أهمية للشعر وللمسرح، لأنه كاتب فحاول إنه هو في مسرحيته يلفت النظر إلى الكتاب، لأن الكتاب يعني هم أشخاص من يحاولون أن يغيروا بالمجتمع إلى النقاط الإيجابية. طيب but he cannot concentrate لأن إلا أن هذا الكاتب المسرحي لا يستطيع أن يركز، لأنه كان جائعا واستلم أو خلينا نقول له يعني وصلته على حصل على الياقوتة، عين الياقوتة الأولى اللي هي كانت يعني خلينا نقول عين التمثال الأمير السعيد، تمثال الأمير السعيد، وذكرنا بأن طائر السنون هو اللي جابها إليه.
كذلك عندنا ذا ماتش جيرل اللي هي باعه الكبريت. طبعا احنا بدنا نتكلم عن قصه باعه الكبريت. قصه باعه الكبريت شيء اخر وهي القصه شيء اخر. هاي باعه الكبريت ايضا ابوها يريد من عندها تبيع قطعه الكبريت الا انها اضاعت قطعه الكبريت والان هي خائفه جدا من ابيها. وارسل لها الامير السعيد ايضا عينه الاخرى لكي تبيعها وتحصل على المال لكي ترضي أبيها حتى لا يقوموا بضربها. She drops the matches that she is supposed to sell and is crying because she knows that she will be beaten, ستعاقب أو ستضرب by her father من قبل والدها when she returns home without matches or any money. إذا ما عندها فلوس أو ما عندها قطع الكبريت سوف تضرب من قبل والدها. عندنا كذلك العمدة اللي هو العميد اللي هو الأمير البلدة أو خلينا نقول مدير المنطقة أو رئيس المنطقة. هذا هو اللي شاف التمثال بدون هو والمستشارين الاثنين اللي هم أمروا بإزالة التمثال الأمير السعيد بعدين تجرد من الذهب وقاموا بوضع تمثال العميد اللي هو المير اللي هو رئيس المنطقة. طيب الآن ننتقل إلى الـ point of view. طبعا وجهة نظر هذه القصة، احنا ذكرنا كل قصة لازم شخص يسردها إنه. إذا هاي القصة هي تسرد بطريقة يعني خلينا نقول غير واضحة، يعني وجهة نظر كلية، يعني ماكو واحد راح يلقينا نظرة، راح يلقينا القصة، يعني مو مثلا واحد راح يتكلم إنها أو شاعر يتكلم يقول آي، فهي يعني عام بشكل عام تستخدم، يعني عبارة عن سرد، ذكرنا بسبب هي قصة طفل يعني. هي قصة للأطفال يعني في غالب الأمر، مو معناها قصة أطفال إحنا ما نتعلم منها، لا بالعكس نتعلم منها، ولكن هي يعني بيها خلينا نقول يعني خلينا نقول بيها سمات الطفولة يعني لا أكثر ولا أقل. طيب بالنسبة للملخص إحنا أوريدي تكلمنا هذا بلوت سمري شرحنا عنه. بعد شنو عندنا؟ طبعا الفيري تيل، هذا الفيري تيل مهمة جدا. The Happy Prince as a Fairy Tale. طيب يجينا سؤال يقول لنا تحدث عن الأمير السعيد كفيرلي تير كقصة خرافية. طبعا قصة الأمير السعيد ممكن تكون كقصة خرافية لأنها تحتوي على أشياء غير حقيقية. من ضمن الأشياء الغير حقيقية طبعا ممكن تكتب الملاحظات أنت حتى تستفاد من عندها. أول فكرة أن الأمير السعيد قصة الأمير السعيد لم تكن حقيقية أو لم تكن واقعية، لأن قصة الأمير السعيد كانت في حقيقة الأمر تحتوي على العديد من العناصر الخيالية. أولا أن الأمير السعيد هو أمير وهو تمثال، كيف يستطيع أن يرى الناس؟ هاي أول نقطة. ثانيا كيف يمكن لسنونو أن يحمل قطع من الذهب؟ هاي نقطة. هاي اثنين. ثالثا الأمير السعيد كيف يستطيع أن يتحدث مع السنونو؟ هاي رقم 3. فهذه كلها أشياء خلينا نقول تثبت أو توضح إنه بأنه الأمير السعيد قصة الأمير السعيد تحتوي على أشياء غير حقيقية وإنما هي خيالية. هاي النقاط اللي بها في هذا الجانب. طيب شنو بلا بعد عندنا؟ طيب كيف نتكلم عن ثيم الهابي برنس اللي هي المواضيع الأساسية المين ايدياز اوف ذا هابي برنس. في الحقيقة الهابي برنس ذا ستوري اوف هابي برنس باي اوسكار هاز ات ليست 3 مين ثيمز. تحتوي هابي برنس قصة الأمير السعيد على افكار خارجية أساسية ممكن نقول عليها ثلاثة. أولاً the outward beauty is nothing. أول شيء الجمال الخارجي لا شيء.
نرى أن في قصة الأميرة السعيد The real beauty is love and sacrifice. The end of the story gives the idea. The happy prince has a lead heart, but this heart is full of sympathies for poor and needy people. He gives away his gold, covering bit by bit to the poor. في الحقيقة نرى أن الجمال الخارجي غير حقيقي، لأن الأمير سعيد نرى أنه تجرد من الجمال الخارجي وأعطى الذهب اللي كان مغطى بجسمه، وأعطى العيون اللي كان هو تمثال، أعطى عيونه التي كانت ذهبية وياقوت، وأعطى سيفه. تجرد من الجمال الحقيقي، الجمال الخارجي، إلا أنه أصبح أجمل كائن داخلي، وهذا هو لأنه ضحى بما يملك من ذهب من أجل مساعدة الناس الفقراء. وهذا الشيء المهم جدا، اللي هي الفكرة الأساسية بقصة الأمير السعيد. يقول لك قصة الأمير السعيد أنه الإنسان يجب أن يساعد الآخرين، وأن لا ينظر إلى الجمال الخارجي، وإنما ينظر إلى الجمال الداخلي، لأن التضحية والإعطاء هي الشيء المهم في الحياة، وهي من تنقذنا في حياتنا في الدنيا سواء في الآخرة. طيب، الثيم الثاني اللي أراد يتكلم عنه الشاعر أوسكار أو الكاتب أوسكار في هاي القصة، اللي أراد أن ينوه ويريد ينبهنا عنه، اللي هو Love and Sacrifice، الحب والتضحية. ذكر الكاتب لنا في هذه القصة قصتين أو علاقتين في هذه القصة. فنجد أن قصة الأمير السعيد مع الطائر السنونو هي علاقة حب وعلاقة تضحية، والأمير السعيد ضحى بما يملك من ذهب. He gives all his cover of gold to give to help poor people and to give them food to make them able to buy food and something like that. While we see also the Sanono, نرى بأن طائر السنونو as well he did the same thing. In fact, أدى أو قام بنفس الشيء because the Sanono gives his soul, gives his life, أعطى روحه to help poor people. And we can see that the happy prince and the Sanono, that they are good friends. عندهم علاقة جيدة بيناتهم، طيبة، مبنية على الحب والتعاون، وكان الحب والتضحية هو أهم جانب في هذه القصتين. فas I told you، كما أخبرتكم، that the story is full of people, full of sacrifice، مليئة بالتضحية. طيب، كذلك عندنا الموضوع الريتش والبور، من المواضيع الذي أراد الشاعر أوسكار التحدث عنها في هذه القصة. He said that the third theme of the story is there is a great gap، هنالك فراغ، أو يعني خلينا نقول فسحة كبيرة جدا ما بين الأغنياء والفقراء. Rulers and masses, the happy prince did not know about the poor and their problems when they was alive. نذكر بأن الأمير السعيد من كان هو عايش ما كان يحس بالناس الفقراء، بعدين بعد ما توفى بدأ يحس بيهم. وحتى نرى أن العميد والمستشارين كانوا غير مهتمين وغير مكترثين للناس الفقيرة والناس المحتاجة. فنجد أن هنالك مجال أو فراغ كبير جدا بين هذه، أو هنالك حيز كبير جدا بين هذه الفئتين من هذه الفئات من البشر. والآن أعتقد الموضوع موجود ويانا لحد هاي اللحظة. نجد أن هنالك الكثير من الناس يعني يلعبون بالطعام، وحتى مرات على اليوتيوب يعني يؤسفني أرى أن بعض الفيديوهات حتى من قبل المسلمين والعرب يعني يلعب بالأكل، وفي ناس حقيقة محتاجة جدا وجوعانة. نعرف هذا الشيء بكل مكان موجود عندنا، محافظاتنا بالعراق أو أخواننا السوريين. فنجد أن هنالك مجال كبير أو يعني حيز كبير جدا بين الفقراء وبين الأغنياء. وإحنا عندنا مثل بالعراقي يعني يقول لك اللي إيده بالنار مو مثل اللي كذا، المثل المعروف.
فيقول لك الناس اللي يعني المحتاجة مو مثل الناس اللي ما محتاجة، وهذا ويا أعتقد ويا الكل يعني. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وأن نقدم الشيء اللي نقدر عليه. طبعا بالنسبة الفيجرز اوف سبيتش اللي عندنا، طبعا عندنا بيرسونيفيكيشن اللي هو التشخيص او التجسيد. نرى ان في هذه القصه ان الشاعر قام بوضع اشياء غير حقيقيه، من ضمنها ان الامير السعيد يتكلم، وانا الامير السعيد as we said from the beginning it is just a statue، هو فقط مثال. how can the statue to speak and to think and to sympathize to feel sorry to feel bad for those people who are poor. يعني it is not a real thing in fact. يعني يعني هو طف هو هو تمثال. how come to the statue to as we said to feel bad or to give them money or to give them gold. it is not right. إذن هي هذا التشخيص. الطائر السنون ما يقدر يتكلم إلا أن الشاعر قام بجعله يتكلم. لدينا هنا بعض الأسئلة الأخرى ممكن نستفاد من عندها. يقول where the statue، أين كان يقف التمثال؟ as we said from the beginning at Hall Column above the city، أعلى المدينة يقف هنالك التمثال. أين كان ذاهبا السنون؟ as we said he it was the Senone was going to Egypt to meet his friends. كان ناويا أو ذاهبا أو راغبا بالذهاب إلى مصر لكي يلتقي بأصدقائه، لأن الجو كان باردا في تلك المدينة، مدينة الأمير السعيد، إلا أنه تأخر بسبب القصبة. ونجد أن يعني ملاحظة مهمة يمكن أنا ما نوهت عليها، أنه علاقة ممكن يجينا سؤال قارن ما بين علاقة طائر السنونة بالأمير السعيد وطائر السنونة بالقصبة، شوف الفرق بيناتهم. يعني ممكن نقول كيف هذا زين وكيف هذا not good. طيب why did the swallow put up between the feet and the happy prince؟ ليش كان موجود داخل قدم أو جوا رجلين الأمير السعيد؟ أكيد لأن الجو كان بارد وأراد أن يستريح قليلا. طبعا أسئلة أخرى جميلة جدا، واحد ممكن يطلع عليها ويقراها في الملزمة. طبعا الملزمة موجودة بمكاتبنا بالمكاتب كل محافظات العراق، اللي يحب يقدر يحب يشتري الملزمة يستفاد كلش من عندها، لأن الملزمة كلش مرتبة ويعني بها أسئلة جميلة جدا ومترجمة، الواحد يقراها ويتعب حاله عليها شوية. وأي سؤال أو استفسار أنا موجود وحياكم الله.